ايه اخبار الاوبرا؟ قلت يا جماعه احنا هنحتفل في 4 نوفمبر 2022 بتوت عنخ امون، العالم كله يحتفل بيه، فلازم يبقى في اوبرا. قمت ماسك القلم وقمت كاتب الاوبرا دي، كتبتها في شهر. اوبرا اسمها من سنة من 3 سنين. اوبرا اخناتون، اوبرا توت عنخ امون. اوبس، لعنه الفراعنه بالظبط كده. ايه اللي حصل ده؟ انتوا شاهدين؟ انتوا شاهدين؟ اسمعي، طب معلش استنى بس، الكنترول هو ايه اللي حصل ده؟ الكنترول مش عارفين. طب عايز اقول لحضرتك ايه، والله اول مره تحصل. طب اسمعي، لا اله الا الله، انا عملت برنامج على الهواء مع جون لندن اللي هو جود مورنينج امريكا، كيف تحت توت عنخ امون في نيويورك، فعملوا على الهواء البرنامج. تقول لي انت بتعاطف مع الفراعنه؟ قلت لها اه طبعا، واذا اتكلمت كتير اللعنه هتيجي عليك دلوقتي. قلت الكلمه دي من نور مطفي، قالت لي يا نهار اسود في لعنه الفراعنه. احنا جالنا نفحه كده يعني. هو طبعا انا تكنيكال بروبلم اكيد. طيب انت عارفه حاجة؟ انت عارفه انا حصل لي ايه في لعنه الفراعنه دي مع توت عنخ امون؟ اول انا رحت معمل الاشعه المقطعيه، كان لسه ما بدات مع واحد اسمه الدكتور هاني عبد الرحمن، فخدنا المكنه ورحنا. فقلت له دكتور هاني انا هاجي لك بعد السواح ما يمشي. فجالي الدكتور مصطفى وزيري، كان مدير اثار الاقصر. مصطفى ده انا ربيه حبيبي طبعا، فجالي رئيس الهيئه العامه للاثار، جالي بالعربيه وخدني بقى رايحين وادي الملوك. فالسواق كان هيدي سعير صغير. قام مصطفى قال لي دي ام لعنه الفراعنه. قلت له لا لعنه ولا بتاع. سوقنا في طريقنا الى وادي الملوك، اختي كلمتني قالت لي يا زاهي جوزي توفى. نزلت وادي الملوك كلمني ياسر شبل سكرتير الوزير فاروق حسني، قال لي الوزير جاله ازمه قلبيه واتنقل مستشفى دار الفؤاد. سبت العربيه وطلعت على التلفزيون الياباني بعمل لهم برنامج، قامت عاصفه من اللي هو الميه الفيضان في الوادي، فيضان ميه في الوادي. اليابانيين طلعوا يجروا لعنه توت عنخ امون، لعنه توت عنخ امون. خدت الموميا من المقبره حطيتها في جزيره الاشعه المقطعيه، الجهاز وقف. طب احنا عايزين نخلص الحلقه قبل اللعنه ما تستمر معانا، لانه في برضيه لا وحياتكم روحوا مش هتروحوا سالمين النهارده. كلكم اعملوا حسابكم. يعني المهم فانا اول مره تحصل على فكره. دكتور زاهي احنا بنادين لك بالشكر، ربنا يخليك، بس للمؤلفات وللعلم وللتوثيق وللمجهود اللي عملته عبر السنوات الطويله، انما بنادين لك بالشكر لان انت كنت سبب الفتح امام الاثريين المصريين ان هم ياخدوا مكانه عالميه. حقيقة. انه العلم المصريات ده يبقى مهندسينا ودكاترتنا واثريينا يبقوا هم اللي بيحطوا اسهاماتهم زيهم زي الخواجات واكتر كمان. دكتور زاهي حواس حقيقي صاحب فضل كبير جدا في هذه الجزئيه. وانا بشكرك على هذا البرنامج، وانا سمعت ان انت عملت البرنامج قبل كده التاني، فبجد ده حاجه منك جميله جدا ان انت تعملي برنامج عن مأوية توت عنخ امون، والجماعه دول يخليهم يخافوا على نفسهم بقى من لعنه الفراعنه والحاجات دي. كل واحد بقى يروح بيته ويتبخر. الاثري الشهير بل الاشهر دكتور زاهي حواس. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.